شو نسيت رقمي خال؟ طلع شوي بزيل، طلع شوي. أسعد مور خال، روح اشرب لك فنجان قهوة. يلا أنا بأمرك خال. في شي بدك تقلي يا خال؟ في، بس هالشي ما بيتعلق فينا. بنتي، في خطر على بنتي، رح يقدروا يلاقوها هالمرة. لا ما رح يلاقوها. مو انت الخال رامز ودائما سابق العالم بخطوة؟ هي المشكلة اصلا ابن اختي. لو بتعرف هدول الجماعة، هذا الزلمة بيفكر مثل ما انا بفكر، وبيحسبها بنفس الطريقة تبعي. معناتها لازم نفكر مثله يصير اسهل علينا. مزبوط. مزبوط. اذا انا في إلي حساب مع حدا وبدي صفيه، برأيك انا شو بعمل؟ بتعرف؟ بتدور على احب شي على قلبه. مزبوط. طيب وشلون رح اقدر اني لاقي احب شي عنده؟ تزرع حواليه جواسيس. مزبوط. وهدول هلأ هيك عملوا معي. هيك دائما بيصير. بالأول بيجي تليفون هو يلي بيعطي الخبر. ماشي. الرجال اللي على الطرف الثاني من التليفون هو الزلم الخاين بالنسبة لك. ألو، آزاد صارت عنا هون، خبره للمعلم. ماشي. ودائما الخبر بيصير بينتقل بسرعة من إذن لإذن. خود عطي هاي لأمين. شخص واحد بس يلي بيوصل للهدف بالأخير. كل واحد منهم بيقرب خطوة من الضحية. لو انت الهدف وصلك خبر من جوا، على مين بترسل مهمة؟ على واحد، على واحد مثل العادة. لو اني بقدر لاقي واحد يقدر يدخل بالزحمة وهو مرتاح، لو اني بقدر لاقي واحد بس دخل بالزحمة وفات بين الناس، بصير بيتحرك بيناتهم وما حدا بيحسن يميزه بالزحمة، حتى أهله ما حدا بيقدر يميزه ليطالع الورم. Thank you.
منيح اللي اجيتي، قلت يمكن ما تجي. بصراحة ما بعرف كتير ناس هون، وحبيت اللي عرفتهم كتير. شوفي لكان علمي على حكي، رح تحبيني أكتر بس تعرفيني. شو بتشربي؟ قهوة. وهلأ صار دورك إنك تقلي لو كنت بمحلي يا ابن أختي شو كنت رح تعمل؟ أنا ما بدي يكون بمحلك خال، بس إذا عم تحارب حدا بيفكر مثلك فسلاحك هو أنت، ولا توثق بحدا حتى تلاقي الزلمة اللي جوا. لازم تحمي بنتك لحالك. أحميها لحالي أو كمان مع الناس اللي بيوثق فيهم؟ أزاد بتوثق فيك كتير، عم تهرب مني، ما رح تهرب منك، رح تصدق كلامك. وبدك ياني اخدعها وجيب لك ياها؟ تخدع البنت أحسن ما تموت، ما هيك؟ لا مو هيك، أحياناً مو أحسن. بتذكر إني وثقت فيك؟ مو هلأ يا ابن أختي، تخلص الشغلة وبعدين منحكي. بعدين منحكي؟ لك أنا رحت على الموت مشانك، لو طلبت روحي كنت عطيتك إياها بدون تفكير. أنت أكتر واحد أمنته، شلون بتكذب علي؟ ليش كذبت علي؟ صار لي من الصبح عم بستناك مشان تجي تحكي الحقيقة، ولك احكي شبعك. لا انت كمل. انا رايح. ولك يا رجل ضحكوا علي، ذبحوني واخذوا مني كل شيء، وانت شو؟ أنا أمنت لك وحكيت لك، شلون بتعمل هيك؟ شلون بتعمل فيني هيك خال؟ ولك احكي شبك؟ ما في شيء، أنت كمل لسه فيه، كنت مجمع. طبعاً جمعت كل شيء، جمعت كل شيء. بتعرف ليش؟ لأني بالآخر إذا عرفت إنه أنت اللي سويتها وطلعت القصة كلها لعبة، شو بساوي أنا وقتها؟ قلي، هات قلي شو بساوي وقتها؟ طبعاً جمعتهم حتى ما أسمع الحقيقة. لا تجمعون. شايفني عمى؟ وبتناديلي ابني كل الوقت، وأنا بعرف شو عملت بولادك، وكمان عملتني بيتك واستخدمتني على كيفك. قول احكي، قول كلمة، قول لا، قول مو صح، قول أي شيء، ولك احكي. ناكر للجميل. شو؟ ناكر للجميل. مين هو اللي هيك؟ انت. ايه، ليش انا اخذتك ودربتك وانا عم كذب ابن اختي؟ علمتك كل يلي تعلمته بحياتي وانا عم كذب؟ ها، وكنت عم كذب وقت خلصتك من بين ايدين الكلاب قبل ما تموت. كنت عم كذب عليك وقت قومتك من على الارض وحملتك. كنت عم كذب وقت طلعتك من السجن، ما هيك؟ كله كذب، ها؟ كله كذب؟ طلع على حالك بالمراية لشوف. إزيل، اسمع، أنا يلي عملتك من ولا شيء. اطلع على حالك بالمراية، اطلع، ولا أنت كمان كذبة؟ ما بعرف خال، عن جد ما بعرف. إزيل وقف. إذا كنت صادق ولا كنت كذاب، في حقيقة أزاد هلأ محتاج تكون معاه. وأنت كمان بحاجتي خال. إزيل وقف.
ليش معصب يا خال؟ إذا ما إجيت لحالي بتقدر تكذب علي وتجيبني،